ما عندوش الفرق بين الكوست والشور والبيتش والبانك. انا لما راجعت الكتاب، لما جاتني النسخه اللي هي البي دي اف بتاعتي، ما لقيتش الجزء ده، ما كانش موجود في بيت باي بيت اللي بعتها لنا. الجزء اللي هو الكوست والشور والبيتش. الكوست قال لك دوت اللي هو الساحل، ده حدود البلد تجاه البحر، دوت الكوست، زي ما احنا بنقول على الساحل الشمالي كده كوست نورث، النورث كوست، الساحل الشمالي هي المنطقه الحدوديه الساحليه بتاعتنا. وبعدين في البيتش دوت اللي هو في اللي بعدين، سوري، هو كاتب لك بعد كده الشور، الشاطئ، الارض اللي على حافه البحر او البحيره، يعني ده تنفع بحر وبحيره يبقى الشور. I like walking along the shore، بحب امشي كده ايه على الشط دوت، على الحته بتاعت الميه دي. البيتش بقى ده اللي هو البلاج، ده في المناطق اللي هي بتاعت المصيف بس. My kids like playing on the beach، ولادي بيحبوا يلعبوا على ايه، على شط البحر. اما البانك فدوت اللي هي ضفه النهر، ودوت يا اولاد بيتقال عليه نكته اللي هي why the river is too rich because it has two bank، عشان عنده بنكين. يعني البنك اللي هو الضفه بتاعت ايه، بتاعت النهر بس، ودي ما بتتقالش غير على النهر، تمام. تمام. بيقول لك كمان a 3 hours driver، بيقول لك عدم وجود الاسم بعد العدد في حالة وجود الهايفن دي، بنحطها اللي هي الدش الصغيرة دي في التعبيرات. بقول لك مثلا a 3 hours drive، a 10 hours، a 10 floors building، الدش دي بنحطها بعدم وجود الاسم بعد العدد، يعني العدد اللي موجود الأول، فنحط ايه داش بينهم. a 6 person table، ترابيزة ايه بتاعت 6 أشخاص. A 5 bond note. نيجي بعد كده كلمة wonder و wonder. wonder الأولانية اللي هي يتساءل، I was wondering مثلا what he do، أنا كنت بتساءل هو بيعمل إيه، ماشي. أو I was wondering how beautiful she is، أنا كنت بتعجب هي جميلة قد إيه. wonder الأولانية دي verb اللي هي يتساءل، وندر التانية اللي هي عجيبة، وندر بقى بالإيه اللي هو يتجول. أقول لك مثلا I was not feeling good so I wander around the building، قعدت كده إيه ألف حوالين المكان بتاعنا، المبنى بتاعنا كده، عشان أنا حسيت إني مش كويسة شوية، ماشي. I don't like those who waste their times wandering on the city، ما بحبش أنا الناس اللي إيه يضيعوا وقتهم ان هم يقعدوا يتجولوا في المدينة، رغم ان دي حاجة حلوة وما بيضرش حد، ماشي. نيجي بعد كده للأستاذ عادل، افتكره وقال لنا احنا ما خدناش البريزنت سيمبل، وقدر يقولها لي، قدر يقولها لي عادل والنعمة، هي أنا دي آخر مرة وقفنا عندها، يعني ايه، آخر مرة وقفنا عندها اللي هو ده. ماشي كده. عادل انت عارف انا ما بشتريش من بعدك، يعني اللي انت بتقوله يبقى ضن يا باشا، الله يخليك، انت حبيبي يا دودو. الله يخليك. نيجي بعد كده للي هنا السبيكينج، هنا الكويتشن والانسر، ودي مهمة جدا يا محمد، عشان الدايلوج، والدايلوج دوت حبيب عادي، يعني مش عايزة اقول لك احلى سؤال عادل بيستناه أول ما نقول هنعمل دايلوج، بيبقى بيقعد يدعي من قلبه الحصة تخلص دلوقتي من كتر الحب، يعني فاهم؟ ازاي حضرتك يا ميس؟ انا مريم يحيى، ازيك يا مريومة، عاملة ايه، اخبارك ايه، الحمد لله تمام عاملة ايه، ما جيتيش الحمد معانا لله. من الأول يا مريومة، قعدت أقول فين مريم فين معلش مريم. اللينك والله، عماله احاول اجيبه من على موبايلي، ما كانش عايز يحمل خالص، فدخلت من على موبايل ماما. المهم نورتينا يا مريومة. مرسين. احنا بصي احنا بنكمل بقى اللسن الاولاني بتاعنا يا مريم، وليسن 1 و 2 زي ما قلنا احنا بناخد الحاجات، في بعض حاجات بنبص فيها على المعاصر وبنبص عليها وبندقق فيها جامد عشان دي بتنفعنا، من ضمنهم الكويتشن والانسر عشان دول اللي بينفعونا في الدايلوج، تمام كده. الدايلوج اول حاجة عندنا زي ما انتوا شايفين، where is الايه نايزاك ليك، هو بيسأل على مكان النايزاك ليك، وبيقول له الانسر كانت it's 3 hours drive from هورجادا،
السؤال التاني what is it called by locals، يعني انت بتعني ايه بكلمة المحليين؟ قال له the lake is called the shooting star، اسمها بالمحليين يعني الناس اللي هم السكان اللي حواليها بيسموها shooting star. what does it look like، فهو برضو ليه بنقرا الكويستشن دي وبنركز عليها باتنين جنيه ضمير، علشان السؤال ده بيجي بعدين في الديالوج وما بنبقاش عارفين نعمل عليه ايه. What does it look like? It's cut out of the rock in the shape of the an eye. Okay. What the color of the water in Nizak Lake? It's filled with a bright blue water of the Red Sea. Why do people like visiting the lake for diving and swimming? نيجي بعد كده للجزء اللي بعد كده اللي احنا كنا وقفنا عنده، زي ما عدولة قال. عدولة انا بعد كده مش شايفة الجزء اللي انت بتقول عليه، فايه انا همشي معاكو حاجة حاجة كده لحد ما نوصل للجزء اللي عادل قال عليه، لان عادل اللي يقوله يمشي يا ولاد، عشان عادل عادي جدا ممكن يجي يبيعنا كلنا لو ما عملنالوش الدرس زي ما هو عايزه. تصدق بقى انا دخلت على ليسون 3 and 4. هلو، مين بيتكلم يا حبايبي؟ نبدأ يا ولاد. بما اننا معانا أنسة، يبقى طبعا الأنسة اول حد يقرأ، because ladies first as you know. مريم، start read the key vocabulary. Start to read please. فصل، special، فصل remote، فصل 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 فصل، species، species remote، treat، remote owner، deforestation، depression، preserve، steps، كراج، whale، light slow، research. lighthouse. طيب زي ما مريم قالت، fossil species remote trait owner deforestation. عارفين كلمة forest اللي هي غابة، في قبلها دي اي، so it's دي forest وforest وبعدين شن deforestation، ودي معناها إزالة الغابات، وزي ما قلنا من كلمة forest أساسا وقبلها just اي دي دي اي سوري، so it's an easy word. بعدها كلمة depression، preserve، length، stable، carriage. carriage دي اللي هي العربية اللي بيجرها حصان، وبعدين whale، وبعدين lighthouse، وبعدين researcher. from research، research اللي هو انه يبحث يعني، researcher اللي هو اللي بيعمل الفيرب ده. نبص عليهم ونجيب في دماغنا كده 2 جنيه ونص ضمير، نراجع على الفوكاب ديت عشان هنبدأ نعمل البوب كويز عليهم. نور ومحمد ام ام، تبقى مين الاول؟ يبقى محمد الاول. محمد، محمد ايوه يا مس، هلا حبيبي، نبدأ نقرأ أول فصل. واحدة. احنا لا أنا بقول تخلي عندك ضمير في دول preserved وتركز length فيهم عشان تقرأ steep الكويتشن. محمد، محمد، ايوه بقى انا بيسمع احنا قرينا دول الصوت تمام كده؟ موبايل مهنج بس يعني. ماشي ماشي، ما تتخانقش معايا يا محمد، انا ما عملتش حاجه. I'm not the one who hanging on your mobile. نيجي بقى للبوب كويز ده، بنقراه يا محمودي ونبدأ نحل عليه من خلال ان احنا نفتكر الكلمات اللي فاتت، وعشان كده بقول نركز يوم ب2 جنيه ونص ضمير بس هيشتغلوا معانا زي الفل. Cutting down all the trees in an area is called deforestation. 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 اها
صحيح، احنا قلنا forest وبعدها دي قبلها دي ايه، deforestation cutting down all the trees. طب لو انا ما كنتش عارفه معناها ابدا اعمل بالاستبعاد يا اولاد، هي مش معقوله يعني stable، ومش معقوله يعني species، ومش معقوله يعني whales، فيبقى الكلمه دي even if I don't know its meaning، يعني حتى لو انا مش عارفه معنى الكلمه استبعد الكلمات اللي حواليا لحد ما اوصل للكلمه. بعد كده مستر نور، عدوله سوري، عادل. Horses are kept in stables. stable Stable. مريم. Are a group of animals or plants or of the same kind species. Species. لأن إحنا عارفين إن species إحنا كنا لسه واخدينها اللي هي معناها إيه؟ مخلوقات أو فصائل. نيجي بعد كده مستر، ثواني عشان بس نحدد، مستر محمد هيقرأ ده ومستر نور هيقرأ ده. محمد. Flood مهم. south latest want South West. ingredients South West. south west يلا latest. latest wants ingredients situation emperor builder Imperial. special Imperial Builder Special Seat Expect Statue specs. Accept. Expect يعني Repair specs. Repair. Apple Doors Apple draws. Capital Capital. White White Rhino لا ال H D silent. White Rhino Right for now. publish report remove danger break Greek. pipes pipes لا pipes صح، pipes pipes including including. يبقى زي ما الولاد قالوا flows south west last news once ingredients situation imperial builder special statue expect repair apollodorance capital white rhino publish report remove dangers greek vibes including. نيجي للبيج اللي بعد كده، لو تحبوا ابعت لكم البيجز ديت اللي عشان محمد مش معاه الكتاب بتاعنا ومعاه كتاب تاني يبقى معاه نفس الفوكاب اللي احنا ماشيين عليها. وونس انت جاي تحل يا محمد تقدر تحل طبعا من كتابك وتبعت لنا. تمام. تمام بعد كده هو جايب لنا كلمة pool اللي هي pool، وبعدين park اللي هو park طبعا هنا بمعنى حديقة عامة، وليها verb بمعنى ان هو يركن، يعني يركن عربيته يعني. وبعدين buffalo، وبعدين work. نيجي بعد كده للfamous cities، ودي according to our unit يعني اللي هي ايه الفيمس سيتيز. مين يقدر يقرا لنا يا ولاد؟ ما انا بقى حد مريم. عايز يلا حبيبي اقرا. بورنو، بترا، ذا سفينكس، دمكس، اي اكنا. إذا سفينكس ده ولا سفينكس؟ ماشي. فيوم ديبريشن، يونسكو وورد، تاج محل، انديا، روما، ذا كايرو تاور، ذا جريت وول اوف شاينا، فانتوم، كايت باي، كايتل، ستل كايتل، وادي الحيتان، ذا فالي اوف ذا ويلز. the body of the world. زي ما مريومة قالت، برنو، باترا، ذا سفينكس، دوميسك، فيوم ديبريشن، يو ان اي سي كو اللي هي يونسكو، they are word reading like that، يونسكو وورد هيرتاج سايت، تاج محل، انديا،
روم، the Cairo Tower، the Great Wall of China، Pantheon، cut by settled، السي احنا عارفين لو بعدها اي او اي او واي بنعمل لها pronounce as sound مش ك، وبعدين وادي الحيتان the valley of the whales. بعد كده بيجي هنا على الconjunctions بتاعت الverbs، وطبعا احنا زي ما احنا شايفين فوق الريجولار فيرب هو دايما بيحط لنا بعدها هي بتنتهي بإي دي أو كده، ودي ما بيجيبهاش، هو بس بيجيب الريجولار فيربس معانا اللي هي become became become lose lost lost choose chose chosen burn burned أو burnt بت، وزيها past participle stand stood stood understand understood understood. okay، وزي ما قلنا ما بيديناش definition، بس احنا المفروض نبقى عارفين معنى الكلمة عشان على هذا الأساس الفوكاب لما يجي لي في المالتيبلاي تشويس أعرف أختار منه، يبقى أنا حافظ كلماتي بالميننج بتاعهم، so at least when he is giving me لو أنا نسيت معنى كلمة أعرف أعمل استبعاد لباقي الكلمات اللي أنا حافظها فأختار صح. نيجي للي بعد كده، بسم الله أنا فين. دي نفس الحكاية، نبدأ بمستر عدولة. remote, far, distant, close, nearby, unkind, cruel, kind, hard, true cruel, kind, hard, difficult, easy, terrible, very, very bad, awful, amazing, awful awful, amazing, warm, quite hot, cold, wet, rainy, dry, surprise, amaze, expect, surprise, amaze, expect, find out, discover, hide, ignore, in danger, in the energy, unsafe, endangered، safe, هي نفسها endangered. in danger, unsafe, safe, protected, famous, well known, popular, unknown, unpopular, unfamous, lucky, fortune, unlucky, unfortunate, ancient, very old, modern, new. الكلمات دي يا مريومة انت ما كنتيش معانا قبل كده، قلنا الكلمات دي بنحفظها، وبنحفظ الكلمات دي ليه؟ لان احنا اغلب الاختيارات بتاعتنا في ثالثه اعدادي مالتيبلايد تشويز 15 منهم فوكاب وسينمن وانتونيم بتاعهم، لا وخمسه بس على عارفاها يا مس، ايه؟ انا كل الكلمات دي عارفاها مش لازم احفظها يعني. معلش يا ستي خدينا على قد عقلنا. ممكن بس اللي احفظه اللي اكتبها ازاي عشان ما غلطش في السبيلنج. Actually multiplied choice, which means it will be in your choice already. So it will be written. ايه لا أنا بقول لك يعني إحنا بنركز عليها ليه؟ إحنا ايوه انا بنركز عارفه عليها من يوم، الكلام لأن امتحان الـ O level هو طبعا اللي بيتجمع عليه الدرجات، حتى لو أنت في language school الـ A level للأسف ما بتحسبلكيش، اللي بتحسب لك الـ O level. ففي الـ O level 15 سؤال vocab وخمسة بس grammar. لازم نحفظ الكلمات دي عشان نعرف نعمل باراجراف كويس. عشان نعرف نعمل كومبوزيشن كويس. نيجي بعد كده لمستر محمد، اقرا لنا يا مستر محمد صفص يا بيرفكت. ومن ضمن الحاجات يا اولاد اللي نركز عليها الجزء ده اللي هو بيقول لي مثلا ان ازاي اعمل adverb from adjective، so I will put ly for quick because in the question it will be like that. الكويستشن بيجي بيقول لك كده ايه الادفيرب بيتعمل ازاي من الادجكتيف، فانا لازم ابقى عارف يعني ايه ادجكتيف ويعني ايه ادفيرب وانا بقرا الجزء ده. You got the point؟ محمد start please. محمد، محمد ايوه الواي تكون ظرف من الصفر ويك ان تعطي عكس المعنى اللي هو الاوبوزيت، اي وونت unkind يو تو and سي happy محمد انا عايزاك تقولها بالانجلش.
It gave us the opposite meaning. Like on, it will make the opposite. So from kind, unhappy, we'll put on to be unkind and unhappy. From the noun to the adjective, we are putting why. Like luck became lucky, health became healthy, wind became windy, rain became rainy. And from verb to adjective, like amaze, amazing, include, including. And to make a noun from the verb, we're putting er, like on, owner. نبص ب 3.5 جنيه ضمير للجزء ده، 3.5 جنيه ضمير، عشان هنيجي دلوقتي ونفتح ايه الكويتشن والانسر. ثلاثة جنيه ونص ضمير مش هيخسرونا حاجة. يلا يا مستر، فين انت؟ فين؟ أهو يلا محمد قال يلا، يبقى يلا اللي محمد يقوله يمشي يا ولاد. عارفة يلا يا ميس، احنا مش ناقصين، احنا فاهمين كل الكلام ده كويس أوي. معلش يا محمد، بس ايوه عمال عن الجنرال نوتس دي. يلا سبيشيس، قالك species ده يعني نوع أو فصيلة حيوان أو نباتات. There are many species of rabbits. وطبعا species دي بتشير لمجموعة مش حاجة واحدة. In danger و in dangers معناهم الاتنين في خطر. In dangers دي يعني lions are in dangers of dying out. هم معرضين لخطر إيه؟ إنهم يموتوا. Endanger pollution endangers life on earth. يعرض للخطر. Endangers هنا معناها يعرض للخطر، يعني هي نفسها verb. فاهمين؟ و endanger دي برضو معناها خطر للانقراض. They are in danger، لو قلنا بس مثلا lions are in dangers اللي هم معرضون لخطر الانقراض، هي يعني مش هيبقى موجود منهم species تاني على الأرض. اوكي؟ نيجي لل important expressions اللي هي along the road اللي هو على امتداد الطريق، work very hard اللي هو بيشتغل زيكم كده بجد، get wet اللي هو طبعا يتبل، give some advice as a result, keep safe. دي كلها expression احنا بنستخدمها عشان نعرف نكتب composition حلوة. ال proposition بقى اللي بتتاخد مع الحاجة، in length, hop to, stay out, drive up, talk for a short time, drive away, work for, travel by, walk on, belong to, burn down by, take away boy. نيجي بعد كده للكويتشن، عشان ايه محمد متضايق وحس ان هو خلاص كده السيشن دي بتاخد منه مجهود اكتر مما بتعطيه، واحنا ما بنحبش محمد يحس بالاحساس ده. شكرا. نبدا نبدا بده، يلا حمودي. مين هيبتدي؟ انا قلت حمودي، يبقى حمودي. ماشي. is the cutting down of trees in التاني تخيل انت تجيلك نفس السؤال. deforestation. أول واحد deforestation اللي هي the first one، بعدين مستر عدولة. A group of animals or plants of the same kind is species. كان لسه من شفت ده؟ شفت؟ معلش الكلام بتاع، معلش. يلا يا مريوم، احنا في سؤالكم كام؟ طيب كده نبدأ نقول محدش ينام معانا، احنا في نمبر 3 يا مريوم. ماشي بس أتأكد. ماشي. How is a land that is blue the area around it? ها تاور؟ تاور دي يعني برج، يعني مش معقول هي تبقى بيلو. بيلو دي يعني تحت، مش كده؟ اه
فتاور ده يعني برج، يبقى معقول تكون هي؟ وبالتأكيد مش ماونتن اللي هو الجبل. ايوه دلوقتي احنا بين حاجتين، فورست وديبريشن. انت عارفة ان فورست يعني ايه؟ بس يعني غابة بالتأكيد مش هي. يبقى depressed. ديبريشن دي اللي هو منخفض، اللي هو ديبريشن فيوم، ديبريشن اللي هو منخفض الفيوم. ماشي يبقى depression is the land that below the area around it. المنخفض ده هو بيبقى عبارة عن أرض تحت الأرض اللي محيطة بيها. مستر محمد destroy means to damage يا something، راجل، سؤال نمبر ليه؟ فور مش هي when something is kept safe from being damaged it is. Preserved. Reserved. Reserved or preserved؟ هي أول واحدة. أول واحد. مستر نور، مستر عدولة، سوري يا عادل، 100 مرة أقول لك النهاردة باسم نور أخوك، معلش. means it would damage something so badly that you cannot repair it. أها. Destroy. 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 destroy destroy دي اللي هو يعني يدمر حاجة كده، ايه ما ينفعش مين نعالجه بعدها. يلا مريومة، The antonym of hard is easy. ايجي طبعا. حمودي، The synonym of the word fortunate, lucky. fortunate طبعا، لك ايه محظوظ. My father is kind. The antonym of kind is the antonym cruel. يا راجل بقول لك عكسها، كرول طبعا. اه صح، معلش انا سمعتك بتقول كول، هبقول cruel. كول ايه، اما انا كرول، واحنا طبعا كلنا عايزين بابا يبقى كايند ما يبقاش كرول. يلا نمبر 9، انا ولا لا مريومة، دلوقتي دور مريومة مش كده؟ ايوه انا اللي حدث فيه. Many accidents are found in Fayum depression. There are bones on animals. Bones of animals. Bones of animals. Many ancient Eva. هي مش accident، هي ancient. ancient دي يعني القديمة. Fossils. fossils دي اللي هي البقايا العظمية. يبقى many fossils are found in Fayum depression. There are bones of animals. مستر حمودي، من ذا ذا فرونز، فيروس فيرونز، فيرونز اللي هم الفراعنة. فيروس preserve their body well. This mean they serve them well. خدموها كويس، أو كيب كبت مش او هي كبت، ماشي. عدولة، The build to warn or guide ships. Lighthouse. ايه Lighthouse. لايت هاوس طبعا، اللي هي الفنارة، عارفين فنارة الإسكندرية؟ بالتأكيد محمد بس اللي عارفها عشان هو بس اللي من إسكندرية، عارفين محمد هيذلنا كلنا دلوقتي. ما اعرفهاش، انا ما اعرفهاش. كمان ما تعرفهاش، يا نهار. الفنارة دي مبنى يا ولاد كده بيتحط على الشط، يقعد يطلع نور، فالسفن اللي جاية من بعيد تبقى عارفة ان هي جاية على البورت، على المينا يعني.
وبعض الاحيان بتطلع يعني والعياذ بالله ربنا ما يكتب علينا يعني، بتطلع مثلا حاجات تانية، مثلا ان مثلا الموضوع مش ستيبل، الموضوع هنا دلوقتي في قلق، فاهمين؟ في مثلا رياح، في حرب، في اي حاجه، يعني كل نور منها له معنى للسفينه اللي جايه، لما تشوفه تفهمه. نقطة إشارة. انا ايوه انا قلت انت اللي هتذلنا، تقوم انت كمان ما تعرفهاش زينا. أنا ما أعرفش حاجة في اسكندرية أنا فكر. يلا بينا يا مريم. Some of the fossils discovered in Wadi Hitan measured 100 to 21 meter in deepest. Some of the fossils discovered in Wadi Hitan measured in ايه؟ In depth ولا lens؟ لينس طبعا، Lens. في العمق، في حاجة بتتقاس بالعمق، طولها قد ايه، مش كده؟ أيوه. اها يلا عدولة ولا محمد؟ محمد حمودي، بالمناسبة يا محمد فنارس الاسكندرية مش في الاسكندرية اساسا. قشطة، يعني في آخر 3 مش في اسكندرية. هي في ابو قير حاجه كده والله حاسس يعني، انك فاهم؟ بتضحك. يلا يا ابو اخي، قير في يلا حمد. اسكندرية. ابو قير في اسكندريه. ما علينا ما علينا. محمد انت شكلك مش اسكندراني، بقول لك ايه. انا يلا اسكندراني. يلا يا قشطة محمد، يلا يا محمد. عارف قشطة النوة شكلها عاملة معاكو شغل جامد، انت مش شايف الفنارة من هنا، مش شايفها من هنا والله. يلا They 13. build a to طبعا هو مش في نمبر 13 محمد، معانا محمد في حتة تانية. إيه and dots is something the people travel in that is pulled by a horse Pulled by horse. tractor. الجرار هو اللي بيشده الحصينة، مش كده؟ انا استبعد 3 كلمات عشان ما اعرفش ايه اه معناه، اللي هو ماشي. بي دي، وانا اعرف باور يعني عربيه، اكيد مش عربيه. هو مش عربي. وجرار يعني تراكتور اللي انت اخترتها، فأكيد مش جرار. بقى عندك اتنين، فيري نستخدم اللي هي هذه المعدية اللي بتبقى في وسط البحر، ودي واخدها من الترم الأول، اللي بتاخد ناس من على الشط ده توديهم على الشط التاني، دي فيري. يبقى هي أنهي كلمة؟ بي الكاريج اللي هي العربية الكارو، حتى لو أنا مش عارفها، فاهمين يا ولاد؟ يعني هي مش تراكتور، وتراكتور دي انا عارف انها جرار، وهي مش فيري اللي انا واخدها من الترم الاول اللي هي المعديه اللي بتاخدني من حته بوينت على الشط بتوديني على الشط المقابل ليه، دي معناها فيري، فهي كمان مش فيري ولا تراكتور، يبقى هي كاريج حتى لو انا مش عارفها. ودلوقتي طبعا عرفناها ان هي الايه، العربيه اللي بيجرها حصان. نيجي للي بعد كده، الأحسن. بسم الله، احنا وصلنا لدي وعملنا دي وصلنا لدي، مش كده؟ احنا كده ماشيين صح يا شباب. 14 عدولة. As a building where horses sleep. ايوه Stop. Stop. نبي حبيبي، برافو حبيبي. يلا مريومة. We use the prefix to get opposite of kind, unkind. برافو، unkind. حمودي. نمبر 16 ساينتست، عشان هو بالتأكيد نام وبيصحى على سؤاله، نام وبيصحى على سؤاله. The synonym ساينتست of found. والمصحف الشريف، احنا انا قلت لك ده، انا بص ده انا قلت لك. The synonym of found. ماشي، found out. شفت؟ معلش انا غلطان، انت بصيت على السؤال على طول.
We found out many facts about whales. The cinnamon or found out. invented. اخترعنا. ثانية بس، ثانية ثانية. طيب انا بترجم discovered لك بس discovered، discovered عشان احنا ما اخترعناش حقائق عن الحيتان، احنا بنكتشف. صح. مستر عادل، عدولة، نجيب محفوظ. أستاذ نجيب محفوظ is a famous writer. The antonym of famous is unknown. النون طبعا، واحد معروف عكس واحد مجهول، محدش يعرفه. مريومة، All tourists prefer the ancient Egyptian salvation. Ancient mean very old. Civilization. Civilization. Civilization ancient mean very old. Civilization طبعا mean very old. Civilization يا ولاد يعني حضارة. حمودي، ناينتين والمصحف. The adults of the owner of the restaurant. The owner، صح. The owner of the restaurant is Mr. Ali، مالك المطعم مستر علي. He bought it last week، اشترى الأسبوع اللي فات. يلا، دي زهزهت أوي مع مستر علي، اشتراه قبل ما يعني ايه يغلى كويس. يلا عدولة. Can you me some advice about how we should treat animals? Can you give advice? طبعا الادفايس بيبقى جيف. نيجي بعد كده للكوتشن والانسر اللي عدوله بيحبهم موت 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 عشان الديالوج، ومش عايزه اقول لكم يعني احنا لما نحل ديالوج هتعرفوا عادل بيحبه قد ايه. What other animals are used to do work for us? I think buffalo, cows and camels. How should you treat animals that work for you? We should treat them kindly. طبعا ايه، وعندنا بعد كده فيوم ديبريشن. فيوم ديبريشن is an area of desert south west of Cairo. There are many ancient fossils in Fayoum Depression. The most amazing fossils are the whale fossils at Wadi Hitan. The scientists were surprised to find out that these whales had legs. في وادي الحيتان قالوا إن الحيتان كان عندها إيه؟ رجلين. الحمد لله يا ولاد إن الحيتان ماتت قبلنا عشان ما يعملوا زينا. نيجي بقى للباست سمبل، اللونج تيرم دول هنا. طبعا انتوا عارفين الجرامر ده كله احنا خدناه من برايمري 1 و 2، اللي هو البريزنت سمبل والباست سمبل، بس بنضيف عليهم حاجات بسيطة جدا. هو هنا بيتكلم عن الباست سمبل الاكتيف والباسيف. المرة اللي فاتت احنا قلنا اكتيف وباسيف يعني مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وقلنا اهم حاجة في الباسيف إن مين اللي بياخد زمن الجملة؟ verb to be. مين اللي بياخد زمن الجملة؟ verb to be. وقلنا يعني لو زمن الجملة في present يبقى هنستخدم am أو is أو are. لو زمن الجملة في past هيبقى was أو were. لو زمن الجملة في past في present continuous يبقى am و is و are و being، وبعدين الفيرب في past participle اللي هو الفعل الرئيسي. نيجي هنا الباست سيمبل وكاب هنا passive، active and passive. نجيب اللون دوت عشان يبان active and passive. اليوزج بتاعته قال لك was aware زائد past participle لأنهي زمن؟ لزمن الجملة الرئيسية. قال لك action more important than who did it، زي ما أنا قلت إن الفعل اللي اتعمل أهم من اللي عمل الفعل. كيلو التفاح زي ما قلنا بقى ب 60 وب 70 جنيه، يبقى the apples were eaten. مين بقى اللي كل التفاح؟ مش مهم، المهم ان انا كنت حاطه هنا تفاحتين دخلت ما لقيتهمش، هعلق البيت كله لحد ايه ما يطلعوا لي التفاحتين، لحد ما يطلعوا لي التفاحتين. تمام كده، مش مهم مين اللي كلهم، المهم ان التفاحتين بتوعي اتاكلوا. نيجي بعد كده للجزء الثاني، فهو هنا بيقول لك في الاكتيف والباسيف. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هنا معايا
صيغة الأكتف كان الفعل، وبعدين الفعل في التصريف التاني عشان كان بس سيمبل. الباسيف بتاعه هيبقى إيه؟ السبجكت، والسبجكت هنا هيبقى هو المفعول به، هيبقى هو هنا الفاعل يا مريم. وبعدين نحط زي ما احنا قلنا فيرب تو بي في زمن الجملة اللي هو الباست ووز أو وير، والفعل الرئيسي اللي في الجملة هنحطه في الباست بارتيسيبل. هو جاب لك هنا مستر أحمد ايت ساندويتش. دلوقتي في الباسيف بقى بنقول ان الساندويتش اللي اتاكل ده، الفعل اللي اتعمل اللي هو اكل الساندويتش اهم من مين اللي كله. A sandwich was eaten by Mr. Ahmed. مش مهم مين اللي كله، بس المهم ان ليه ساندويتش، والساندويتش دوت كان ساندويتش كفتة ب 75 جنيه، وانا جايباه وحطاه واتاكل. المهم ان الساندويتش اتاكل يا ولاد. The flower، بعدين هنا كاتب ريهام watered the flowers. ريهام ايه؟ بتسقي الزرع. المهم ان الزرع اتسقى، يبقى the flowers were watered by ريهام. هي لحد were watered دي بس المهم ان الزرع تم سقيه ومحدش يسقي الزرع تاني. نيجي بعدها في الباسيف، لما نيجي نعمل النيجاتيف فورم بتاعها، احنا الباس سيمبل كان مريحنا جدا لان ما كانش فيه غير didn't والفيرب في الانفينيتيف، مش كده؟ فنقول I didn't wash the car، انا ما غسلتش العربية. طب لما اجي انفيها، هي في الاول هيبقى the car was washed، يبقى the car wasn't washed، لاني انا لما بنفي فيرب تو بي اللي هو was were، اللي احنا قلنا هو اللي بياخد زمن الجملة. المرة اللي فاتت يا مريم قلنا في الباسيف أهم حاجة بنعرفها إن فيرب تو بي اللي هو أم وإز وآر أو ووز أو وير أو بين، هما اللي بياخدوا زمن الجملة، والفعل الرئيسي اللي كان عندي في الجملة الأكتيف بيبقى هو الباست بارتيسيبل. تمام؟ فنيجي بعدها the car wasn't washed by me، العربية مش أنا اللي غسلتها، هي المهم إن العربية ما اتغسلتش. فاهمين؟ العربية إيه؟ ما اتغسلتش. The animals weren't fed. هو كاتب لي هنا the farmer didn't feed the animal. الفلاح ما أكلش الإيه؟ الحيوانات. أهم حاجة حصلت إيه؟ إن الحيوانات ما كلتش، مش مهم مين اللي ما عملش الفعل. يبقى the animals weren't fed. طبعًا إحنا عارفين إن was بتتاخد مع السنجولار اللي هو المفرد يعني، وير بتتاخد مع الجمع. الجمع هنا بتكلم فيه على اللي هو الانيمالز او الكور. تمام رجاله تمام عدوله بس اللي قال تمام. مريم تمام ومحمد معايا، مواصلين اه معايا يا الجزء ده؟ تمام تمام. مين فيكم؟ اه ده عدوله، ده اللي فتح القلم وبيكتب بالاصفر. حاضر يا عادل، عشان بس لما اجي لك واشعلقك ما تزعلش. نيجي بعد كده على الكويتشن. الكويتشن طبعا في الباست سيمبل كان بديد، وبعدين السبجكت، وبعدين الفعل في الانفينيتيف. طب الكويتشن بتاع الباسيف، الكويتشن بتاع الباسيف هيبقى فيرب تو بي، لان هو ده احنا قايلين ده الكينج اساسا، وبعديه الفاعل، وبعدها الفيرب في الباست بارتيسيبل. هنا قال لك did علي buy the newspaper، هنا قال لك where the newspaper bought، هل الصحف تم شرائها؟ انا اهم حاجة عندي اقوم الاقي الجريدة موجودة، فاسأل where the newspaper bought، هو حد اشترى الجرايد؟ ده المهم، مش مهم مين الحد ده. هنا كان بيسألنا did Yara drink the juice؟ طبعا بعد ما الجوس غلي يا اولاد، بقى اهم حاجه مين اللي شرب العصير؟ العصير اتشرب، فاقول was the juice drunk، هو العصير ده اتشرب؟ ده كوبايه العصير، ده لتر العصير يا اولاد بقى ب 30 جنيه. لا، كله هيدفع دلوقتي ثمن العصير، اللي شرب العصير يجيب لي 30 جنيه، لان اهم حاجه ان ايه العصير ايه اختفى. احنا مش هنهزر وهنرجع العصير مكانه، عشان ايه؟ عشان انا ما اتضايقش. نبص على دي كده بصة، وأي حد عنده أي question يقولهولي. قلنا الباسيف
اكتف وباسيف. الاكتف احنا عارفينه اللي هو فيرب تو بي، اللي هو سوري الباس سمبل، وكان بيتنفي بديدنت، وكان بيتعمل كويتشن بديد، والكويتشن ارتيكل كان بيجي بعدها وات ديد، ونيجي الفيرب في الانفينيتيف. الباسيف فيرب تو بي هو اللي بياخد زمن الجمله، وعلى اساسه فيرب تو بي هو اللي هيتعمل له النيجاتيف، وعلى اساسه فيرب تو بي هو هيبقى الهيلبنج فيرب في اليس والنو كويتشن، هيبقى واز اوير، وفي الكويتشن وورد هيبقى وات واز او وات وير، وبعدين السبجكت، وبعدين الفيرب في الباست بارتيسيبل. حد عنده اي سؤال في دي؟ اتنين جنيه ونص ضمير وهنبقى زي الفل. حد عنده اي سؤال في الجزء ده؟ لا والمصحف هجيب سؤال اكتف وباسيف، نجيب سؤال اكتف وباسيف لا ونقول يلا بص واسأل. كله تمام؟ ما فيش. ما فيش. يلا مريم لا ما فيش حاجة. ماشي يلا بينا نعمل شير ونجيب اللي بعدها، عشان أول ما حد يقول لي بس استني أروح معلقة من رجلي على طول. ده الجزء اللي أنا كنت بقوله في الـ WH question. هنا كنا بنجيب ديد، هنا هنجيب was aware، وبعدين السبجكت اللي هو هنا هيبقى بيقول لك نائب الفاعل اللي احنا بنقول عليه هيبقى المفعول به، وهيبقى بعد كده الفيرب في الباست بارتيسيبل. نيجي بقى في الكويتشنز ونبدأ بأول واحد، محمد اللي أول واحد قال لي لا ما عندناش كويتشنز، احنا في الأكتيف والباسيف دول لعبتنا. يلا My little brother was taken to hospital. يا سيدي was taken to hospital. was taken to the hospital. ايوه بس الحاجات دي خدناها الترم اللي فات في الاي ال. انت خدتها في الاليفل. اها I know that. انت خدتهم في الثلاث حالات تقريبا، الاكتيف والباسيف، حتى خدتها في الباست بارتيسيبل، بس في الاو ليفل ما اتاخدتش، ما خدناهاش المره اللي فاتت غير في البريزنت. يلا يبقى my little brother was taken to the hospital last year. نيجي بعد كده نمبر 2 نور عدولة. When was your younger brother born? Born هو بيقول لي بور. هو بيقول لك ايه؟ بور when هتبقى بور. was when was your born. طبعا مريومة. ايوه م-م. The news watched by عمر yesterday. The news was watched by عمر yesterday. The news was بعد الاس اللي في النيوز دي كلها. ثانية. Where؟ وير طبعا احنا قلنا was وير بتعتمد على السبجكت اللي عندنا، يبقى وير. The news were watched by عمر yesterday. حمودي A list of the new seven wonders are made in 2007. انت قلت ار، لا انا قلت وير. قلت وير، تصدق سمعتها ار. يلا عدولة. His visitors were by their daughters were painted. were painted by her daughters. مريومة. ايوه mm-hmm. The lake hundreds of years by ago by a volcano. Is اولا حاجه، اول حاجه هو بيقول لك اجو. السؤال الثاني عشان تعرفوا برضو معنى الباسيف يا اولاد،
الباسيف بيجي لما حاجة أكون مش أنا اللي عملتها بنفسي. يعني هل الليك هي اللي عملت نفسها، هي اللي شكلت نفسها؟ لا لا، يبقى was. هي طبعا طالما في الباست يبقى نجيب لها was. was formed، وform تمام. هنحط لها ed، يبقى the lake was formed hundreds of years ago by volcanoes. عشان تعرفوا برضو الباسيف بتيجي للحاجة مش اللي هي عملت نفسها. فاهمين يا ولاد؟ يعني بتيجي في حالتين يا عم. خلينا شغالين كمان لحد ما تقفل، اهدى. ماشي. يلا حمودي، سيفن. طب والله كانت 7 و didn't know how the stones for the pyramids carried to where carried to جيزة، صحيح. where carried to جيزة. عدولة، we don't know when Petra named us كاترة، Petra named as one of the new 7 wonders of the world. Done. ايه؟ Done. تبقى بترا done. هي الباترا هي اللي سمت نفسها. يبقى باي. استنى بس يا راجل، يبقى بدل ضد دي هيبقى يا ووز يا وير. We don't والباترا بترا. دي مفرد، يبقى Was. was named. المهم يا عادل تبقى يعني فاهم مركزين في ايه، ان هي الحاجه دي مش هي اللي عملت نفسها، والاهم ان الفعل اللي اتعمل. يبقى هنجيب لها يا was يا were according to the subject. السبجكت هنا singular اللي هي الباترا، يبقى was named as one of the new seven wonders of the world. تمام. مريومة، ايوه اتفضلي. احنا في نمبر 9 صح؟ اه والله، because of the last weeks floods in India, a lot of horses houses. destroyed houses. اه معلش، destroy من غير ايدي. البيوت دي هي اللي دمرت نفسها مش كده؟ لا، اتدمرت. حاجة دمرتها، يبقى هنجيب باسيف، والباسيف قلنا فيرب تو بي اللي بياخد زمن الجملة وبعدها الفعل في التصريف التالت. هاوسز تاخد فيرب تو بي، الباست بتاعها هو فيرب تو بي ايه؟ ووز اوير. هاوسز تاخد ووز ولا وير؟ وير يبقى because of the weeks last week's floods in India, lots of houses were destroyed. ماشي. Were destroyed. نركز واحنا بنختار. حمودي، In the last 100 years we ايه ده؟ We will lose. We were lost. هو احنا خسرناهم بمزاجنا ولا فقدناهم غصب عنا؟ طيب يبقى we were lost. فقد منا more than 800 species. عدولة، The Cairo Tower designed it was the Cairo designed Tower. by The Cairo was صحيح was designed. مريومة، a tree was by the former
planted. planted طبعا. The first حمود Olympic game were held in وليه؟ were held مش هيلد، الباست بتاع were هولد held هيلد، HELD دي الباست بتاع هولد هيلد. عدولة The carriage pulled by the horse yesterday. Pulled by where? ايه؟ Where? Where ليه؟ هي the carriage دي مفرد ولا جمع؟ Who? Was the carriage pulled by the horse yesterday؟ مريومة؟ What usually material was using in the building of the Great Wall of China was used. Was used. هنيجي بقى بعد كده يا ولاد للايه، للكويتشن والانسر اللي هم حبايبنا دول. بسم الله، دول هعمل منهم الدايلوج معاكم، وباقي الصفحة والتانية هيبقى هوم وورك. منهم الكومبوزيشن، الكومبوزيشن ما بحبش حد يحفظ باراجرافات يكتبها لي، كل واحد يكتب من دماغه، نكتب بخط واضح، نبعدهم على الجروب قبلها بيوم ولا حاجة عشان يبقى عندي وقت أراجعهم. تمام، تمام. نبدأ بمستر محمد. لما بنيجي نقرأ الديالوج، النظام عندنا بنقراها كلها وما نعملش أي افتكاسات لأي عنصر لحد ما نعملها. فرانا and Sama are talking about a story. Rana, what are you doing? Sama, I'm reading a story. Rana asked the questions. Sama answered, it's about a rabbit telling a story of his life. Rana حشرت تاني برضو قرفتنا في عيشتنا وسألتها سؤال، راحت سما ردت قالت لها no animals can't talk but this is only a story. راحت رنا سألتها did the rabbit live alone. راحت سما ردت سؤال احنا لسه ما نعرفش اجابته، قالت لها this means he has a family. Did the story end happily for the rabbit. ردت عليها سؤال جاوبتها حاجة، قالت لها I think it's an exciting story. Can I borrow this story to read it? راحت ردت عليها سؤال تاني، والسؤال ده جاي لنا من محافظة الغربية سنة 2023، يعني السنة اللي فاتت كان الدايلوج ده فيها. نبدأ بمستر محمد ونقول له اقرأ وجاوب لنا أول ميسج. What are you doing? I'm reading a story. It is about a rabbit telling the story of his life. I'm reading a story. What is it? What is about? What is it about? What What is it? is about? What is it about? يعني ايه؟ No animals can talk, but لا، this is مستر only a story. عدولة قالت لها it's about a rabbit telling the story of his life. سألتها سؤال يا عادل، إجابة السؤال ده كان no animals can't talk. This is only a story. No animals can talk. يبقى Can you animal talk? Can animals talk? Can animals talk؟ هي بتقولها كده، إيه ده هو can animals talk؟ قالت لها no animals can't talk but it is just a story. نيجي لمريم، ردت يا مريم بعد كده وقالت لها did the rabbit leave alone. ردت عليها رد، فهي قالت لها this means he has a family. يبقى الانسر بتاع الكوتشن بتاعها كانت ايه؟ No, he didn't. No he didn't. يبقى قالت لها this means he has a family. Live happily on the rabbit
ردت عليها رد ما نعرفوش كان ايه، بس قالت لها I think it's an exciting story. تبقى قالت لها ايه يا محمد؟ Did the story end happily for the rabbit? I think it is ها Yes, it is. Oh, yes, it. Yes, it is. Yes, it end. It end with happily. Yes, it With is. happily. Yes, it It did. end. Like, did the story ended happily? Yes, it did. Oh, 80. This is 80. And give him 10. Yes, like this. يبقى yes it did. نيجي بعد كده العدولة. I think it is an exciting story. Can I borrow this story to read it? Yes, sure. Yes, for Yes, sure. Yes, sure. هنبعت بقى بعد كده يا اولاد الهوم ورك. That's all for today. احنا خلصنا النهارده كده الدرس الثالث والرابع. اي حد عنده اي مامو في اي حاجه يبعتها لي واتساب، وانا when I have a time I will answer it. Okay. ودلوقتي باذن الله ننهي السيشن ديت ونجيب ايه تاني وابعت لكم بالهوم ورك قبل ما انسى. تمام. 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 You want anything؟ No thanks. باي باي. Bye bye. باي دير.